بسم الله الرحمن الرحيم. الوصف النباتي للطرطوفة. يعتقد أن الموطن الأصلي للطرطوفة أمريكا الشمالية، حيث زرعها الهنود الحمر، وقد نقلت إلى أوروبا منذ نهاية القرن السادس عشر. وتزرع الطرطوفة لأجل درانتها التي تطهى كخضر وتصنع منها المخللات. وتعتبر الطرطوفة حديثة الحصاد غذاء مناسبا لمرضى السكر، حيث أن الأنيولين وهو الصورة الرئيسية للمواد الكربوهيدراتية المخزنة بالدرانات عبارة عن مركب ذي وزن جزيئي صغير يعطي عند تحلله سكر الفركتوز. والطرطوفة نبات عشبي معمر، ولكن تجدد زراعته في مصر سنويا. الجذر. تزرع الطرطوفة بالدرانات، لذا يتكون النبات جذور عرضية تخرج من الجزء الموجود تحت سطح التربة من ساق النبات، ومع استمرار تكون ونمو هذه الجذور يتكون لنبات مجموع جذري ليفي ويكون تفرعها كثيفا. الساق. للطرطوفة ثلاث أنواع من السقان. الأولى وهي السقان الهوائية، وهي الساق الرئيسية للنبات، وتنمو قائمة بارتفاع 1 إلى 3 متر، وهي متفرعة. توجد عليها شعيرات شوكية كثيفة والساق مستديرة المقطع العرضي. أما الساق الثانية وهي الساق الأرضية، وهي عبارة عن سقان أرضية جانبية أسطوانية الشكل، تنمو من البراعم التي توجد عند العقد السفلية لساق النبات تحت سطح التربة، ويختلف عددها وطولها وقطرها باختلاف الأصناف والظروف البيئية، ولكن عموما يتراوح طولها من 10 إلى 20 سنتي. وتتكون الدرانات بحدوث تضخم أو انتفاخ في أطراف المدادات. أما النوع الثالث من السقان هي الدرانات التي توجد في نبات الطرطوفة، فهي ساق متحورة إلى عضو تخزين وتنشأ في قمة ساق أرضية، وهي غير منتظمة الشكل، ويتباين لونها الخارجي من بين الأبيض إلى الأبيض المسفر إلى الأحمر. الأوراق. تحمل الأوراق متقابلة على الساق، وقد تصبح متبادلة في الجزء العلوي من الساق. والورقة بسيطة بيضاوية الشكل ومسننة الحافة وخشنة الملمس، خاصة في سطحها العلوي. وتقل الأوراق في الحجم مع الاتجاه لأعلى على الساق. النورة. النورة مركبة هامة يبلغ قطرها من 5 إلى 7 سنتي، ذات لون أصفر فاتح، وعنق النورات طويل. أما الأزهار فهي صغيرة صفراء اللون وعقيمة،